السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مية من قناة وصفات سحرية مع مية. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي جايبه لكم بودرة تحفة جدا جدا. هنعمل مع بعض بودرة تحفة 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 للعانة ومشاكل العانة والمهبل، بجد بجد تحفة. هنعمل مع بعض بودرة وهقولك تستخدميها ازاي، وبجد هتعجبك قوي للعرايس والمتزوجات واللي جوزها مسافر وخلاص جاي من السفر بقى وعايزة تظبط نفسها، وبودرة الانقاذ علشان تكوني جاهزة 24 ساعة وتكون الدنيا عندك تمام التمام. اول مرة تشوفوا قناتي اضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو يا حبايب قلبي اعملوا لي لايك حلو وكومنت حلو. ربنا يسعدكم يا رب. اول حاجة هنعملها معايا، هنجيب طبعا الطبق بتاعنا تمام. هنعمل دلوقتي البودرة السحرية لإزالة اي مشاكل عندك في العانة ان شاء الله او المهبل. معايا هنا صابونة، اي نوع صابون متوفر عندك تمام، اي نوع صابون متوفر عندك. لو انت بتستخدمي صابون الدوف يا ريت حلو قوي، لو انت بتستخدمي اي نوع صابون الجليسترين حلو قوي، لو انت بتستخدمي صابون عادي جدا عادي برضو مش هكلفك شيء ومش هضغط عليك في شيء، اي صابونة عندك تمام. المبشره الصغننه دي هاتيها حلوه قوي قوي والله ورخيصه خالص، يعني دي احلى حاجه فيها ان هي هنبشر منها على الصغير زي ما انت شايفه كده. هنبشر الصابونه بتاعتنا بطريقه يعني ايه، هتخليها رفيعه قوي قوي قوي، انت فاهماني؟ هتبشريها كويس قوي تمام. مش الصابونه كامله، هقول لك مقدار قد ايه بعد ما نخلص هبشرها وارجع لكم تاني. اهو يا قلبي اهو بشرنا الصابونه دي، مقدار معلقه كبيره من الصابون المبشور الناعم قوي، شايفين اهو تمام تمام يا قلبي. هنعمل ايه تاني؟ اي نوع صابون، انا قلت لك اي نوع صابون تمام. هنجيب هنا ادي معلقه، دي معلقه ايه، دي معلقه الكورن فلاور او النشا، الكورن فلاور او النشا تمام. ادي معلقه تمام، ادي اتنين معلقتين من الكورن فلاور او النشا على الصابونه، على معلقه كبيره من الصابونه المبشوره تمام. قلبناهم مع بعض زي ما انت شايفه كده اهو، الصابونه المبشوره مع الكورن فلاور او النشا تمام. هناخد معلقه من معلقتين من الطحين او الدقيق، دقيق الذره العادي جدا تمام، اخدنا منه معلقتين تمام اهو تمام التمام. هننزل عليهم بايه بقى؟ ركزي معايا علشان هقولك هتستخدمي البودره دي ازاي، علشان يعني دي ليها استخدام معين وطريقه معينه علشان تجيب معاكي نتيجه، وتحفظيها ازاي وكل التفاصيل وكل التكات تمام تمام. هننزل عليهم بايه بقى يا حبيبه قلبي؟ طبعا الطحين موجود او الدقيق موجود في البيت، والنشا موجوده والصابون موجود، المكونات دي موجوده. عايزه اقولك انا عايزاكي اي وصفه اقدمها لك والله العظيم والله العظيم عن تجربه، مش بقدم اي حاجه، عايزاكي تجربي الوصفه قبل ما تحكمي على اي وصفه، وما تستعجليش وتخرجي من الفيديو. معايا هنا دي معلقه من اللبن البودره او لبن النيدو او الحليب المجفف تمام، ادي معلقه تمام ونص، معلقه ونص من الحليب المجفف. يبقى حطينا معلقه من مبشور الصابون مع معلقتين من النشا او الكورن فلاور، معلقتين من الطحين، معلقه ونص من البودره اي حليب الاطفال المجفف تمام. نقلبهم كويس جدا يتجانسوا مع بعض. هننزل عليهم بايه حبيبه قلبي؟ هننزل عليهم ده شاي اخضر، الشاي الاخضر هننزل عليهم زي ما انت شايفه كده اهو، معلقه ونص من الشاي الاخضر اهو، الشاي الاخضر مش الباكيتات، الشاي الاخضر العادي. ولو عندك الباكيتات ممكن عادي تفضيها تمام اهو زي ما انت شايفه كده اهو تمام.
طيب حد هيسألني هيقول لي مايا انتي ليه حطيتي شاي اخضر؟ طبعا يا مايا احنا عارفين ان المكونات اللي انتي حطيتيها في الاول كويسة جدا للتفتيح وللمشاكل البشرة او مشاكل الاماكن الحساسة. طب انتي حطيتي ليه شاي اخضر؟ هقول لك حطيت شاي اخضر ليه، لان الشاي الاخضر ممكن يكون ناس كتير جدا مش عارفينه ان الشاي الاخضر من الحاجات الرهيبة جدا جدا للتفتيح، فظيعة فظيعة فظيعة. البودرة اهي حبايب قلبي هقولك تستخدميها ازاي، اهو دي البودرة بتاعتنا زي ما انت شايفة كده. هتاخدي، هيكون عندك علبة فاضية ونظيفة، هتاخدي البودرة بتاعتك بالشكل ده كده وهي جافة والمكونات كلها جافة، اهو اهو اهو. طبعا هتدوب معاكي ومش لازم تلاجة طبعا، لان احنا مش هنحطلها اي اضافات. هقولك تستخدميها ازاي، عشان كده بقول لك ما تخرجيش من الفيديو لانك هتاخدي المكونات ومش هتعرفي طريقه الاستخدام. تمام، البودره معايا اهي. تمام، هتقفليها يعني هتستخدميها وقت الحاجه. طيب هتستخدميها ازاي؟ تمام، هقول لك تستخدميها ازاي. هتاخدي طبعا هتحتفظي بيه البودره بتاعتك عادي جدا في اي مكان، وهتقفلي عليها اي مكان جاف، مش لازم يكون تلاجة ولا اي حاجه، لان هي هتقعد معاكي بالسنه كمان. هتاخدي معلقه منها بالشكل ده، تمام، يعني هتكوني حافظاها في علبه، هتاخدي بس معلقه منها. تمام، هتاخدي معلقه منها، ادي البودره اهي. تمام، وهتاخدي معلقه منها كل ما تيجي تستخدميها، يعني انا هقول لك كل ما تيجي تستخدميها هتستخدميها ازاي. هتاخدي معلقه منها وهتنزلي عليهم بايه، بميه الورد، حاجه بسيطه جدا جدا، وهتقلبي. تمام اهو بالشكل ده اهو. طبعا على قد ما هتستخدميها دي بودرة التفتيح الفورية، هتاخديها كده اهو بالشكل ده اهو اهو، احنا عملناهم مع بعض اهو. هتاخديها وعلى العانة بتاعتك اهو، وهتعملي كده اهو، هتدهني كده بالشكل ده اهو اهو، وهتدعكي وانت بتدهني كده اهو. بصي الشكل ده اهو كده اهو. هتفرديها كويس جدا زي ما انت شايفه كده على العينه. وعلى فكره على فكره هي مش بس للعينه، هي تنفع للوجه جدا جدا، وتنفع للجسم كله، وتنفع للرقبه، وتنفع لكل المكان. هتسيبيها نص ساعه لحد ما تنشف معاكي خالص. اغسلي بعدها وشوفي التفتيح وشوفي البياض هيبقى عامل ازاي، عندك اثر حبوب، عندك التهابات، عندك الشكل مش تمام، اي مشكله عندك هيحلها في ثواني، وهيشيل اي اسمرار دومي عليها 3 ايام في الاسبوع. دومي عليها 3 ايام في الاسبوع، وادعي لي ادعي لي من قلبك. لو انت عروسه خلاص قربتي تتجوزي اعمليها قبل فرحك، هتستخدميها من اول مره. انا عايزه اقولك ان انت هتلاحظي فرق كبير جدا جدا، وتفتيح رهيب 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 رهيب. لو عندك اثر حبوب، عندك تجاعيد، عندك اي اسمرار في العانه او الجسم كله او الوجه اي مكان، هتخليها بيضه زي القشطه وجميله جدا. تمام، هتجيبي زيت جونسون للاطفال او اي نوع زيت، او اي نوع زيت عندك. لو عندك زيت زيتون، عندك زيت الليمون تحفه. طبعا انا دايما بنصح بزيت الورد، لان زيت الورد بيعمل تعطير في المكان ده وبيخليه ريحته تحفه. تمام، هتجيبي زيت الزيت ده، زيت جونسون للاطفال او اي نوع زيت، ولو يفضل طبعا زيت الورد. تمام، وهتاخدي وهتدهني المكان كويس جدا، مكان بالطريقه دي هتدهني المكان بعد ما عملنا الماسك وسبناه نص ساعه. هتدهني، هتغسلي بالميه الساقعه قبلها، تكوني غاسله طبعا بالميه السخنه زي ما احنا متعودين عشان نقفل المسام بتاعتنا. نفتح المسام الاول وبعدين نحط نستفيد من المكونات، بعدين نقفل المسام تاني. دهنا كويس جدا بالزيت المرطب بتاعنا، على الزيت جونسون على فكره ريحته تجنن قوي، وكمان زيت الورد
ولو زيت زيتون مفيش اي مشكله، هتدهني بيه وبعد كده هتسيبيه لتاني يوم الصبح. يعني الخطوه دي يا ريت تعمليها بالليل قبل الشاور. تمام، يا رب تكون الوصفه عجبتكم يا حبايب قلبي، بالبودره السحريه بتاعتنا لحل مشاكل الجسم والعانه واي مشاكل، وبالذات وخاصه العانه، هتخلي بشرتك والعانه عندك بيضه زي القشطه وخيله من اي التهابات واي مشاكل. اشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك. السلام عليكم.